الأطفال كيعانيو، الأطفال كيعانيو، الأطفال كيعانيو، في الهاول كيعانيو، في الهاول كيعانيو، علاش جينا واحتجينا، علاش جينا واحتجينا، علاش جينا واحتجينا، بغينا خوتنا يرجعوا لينا، بغينا خوتنا يرجعوا لينا، الراج كيعانيو، وفي الراج كيعانيو، وفي الراج كيعانيو. صراحة المطلب ديالنا هو التعجيل بفك الحصار حول هذا الملف اللي هو عمر طويل بزاف، والخطرة ديالو كتزاد، الأبناء ديالنا كيتزاد الوضع ديالو في المأساة تما، يعني كنطالبوا بالتعجيل إرجاع الأطفال والنساء والشباب، كنطالبوا بالإرجاع ديالهم ومحاكمتهم هنا في أرض الوطن. حنا راه حنا ماشي ضد محاكمة الشباب وداك الشيء، الشباب لا الأجهزة الأمنية ولا عندها الثقة في الأجهزة الأمنية، عندها الثقة في القضاء المغربي، الحمد لله الحمد عندنا الثقة في مؤسسة الدولة ديالنا، عندنا الثقة فيها. إنما خصنا يتم التعجيل، أي تأخر فهو غير صالح لا البلاد ديالنا ولا ديك الأطفال اللي تما، لأن الطفل ملي كيترعرع في ديك بيئة مخيم وما كيجبرش الاحتضان ضد الدولة ديالو، هذا راه غير صالح، يعني كيطلع واحد متعرف البيئه اللي غيطلع فيها والخطوره ديالها اللي. ولهذا كنطالبوا الدوله المغربيه والمؤسسات اللي كتسهر على الملف، وهي ليس مؤسسه واحده، عده مؤسسات، يعني وزاره العدل، الخارجيه، المجلس الوطني، مؤسسه محمد سيدي اعلى الادماج، يعني عده مؤسسات، يعني كنتمنى من هذه المؤسسات كاملين يتسرعوا في هذا الملف هذا، وكنطالبوا باعاده تشكيل لجنة المتابعة د ملف د اللجنة الاستطلاعية، لأن اللجنة الاستطلاعية وقفت ما تكملتش اللجنة المتابعة، اللجنة المتابعة خصها تعدل واحد اللجنة برلمانية د متابعة د الملف هذا باش تكمل على التوصيات اللي خرجت بها اللجنة الاستطلاعية، اللجنة الاستطلاعية خرجت بتوصيات مهمة خرجت بهم، وديك التوصيات راه ضروري خصهم يتفاعلوا في أرض الواقع. التواجد اليوم عندنا في هذه الوقفة هذه نحاول منها وقفة تحسيسية، نحاولوا نلفت انتباه الرأي العام والسلطات المغربية الأوضاع اللي كيعيشوها الأولاد ديالنا المعتقلين داخل سوريا والعراق، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة اللي عرفتها مدينة الحسكة في سوريا، في الهجوم على سجن غويران ووقوع ضحايا كثيرة، مع العلم أن عندنا علم بأن هذا السجن هذا كيتواجدوا فيه شباب مغاربة. لحد الآن ما عندنا حتى معطيات، لأن المصدر الوحيد اللي عندنا ديال اللي كيعطينا الأخبار هو الصليب الأحمر، ولحد الآن الصليب الأحمر مازال ما سمحولوش باش يدخلوا لتما، لان كانت الحرب وهذا مستحيل يدخلوا. اذا وعدونا قال لك من بعد غادي يتسالى هذا المشكل، توقف ان شاء الله غادي يدخلوا ويشوفوا شكون، ولكن بالتاكيد كاينين ضحايا من خلال الفيديوهات اللي شفنا، وهذه كاينين ضحايا. النساء كيعانيو، النساء كيعانيو، اطفالنا كيعانيو، في الهول كيعانيو، في الهول كيعانيو، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، هذا عام، هذا عام، هذا عام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.